شهدت قافلة جامعة طنطا التي نظمتها الجامعة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة في قرية سجين التابعة لمركز قطور، شهدت توقيع الكشف الطبي على 1456 مواطنا وصرف العلاج بالمجان للمرضى. شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 15 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وكذلك تحويل 95 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة.